قدمنا اسرع علاج للانيميا على الاطلاق. اسرع علاج للانيميا قدمناه بلح وزبادي وحلبه وعسل، كوبايه الصبح وكوبايه بالليل، كوبايه زبادي بلدي، معلقه حلبه طريه او نابته، وبلحتين بنقطعهم حتت صغيره للاطفال والكبار، ومعلقه عسل. معلقه العسل بتساعد على امتصاص، بتزود امتصاص 30%. وبعدين بلح من الطري ده، رطب، امهات، سميه اي ما تسميه، عجوه، بنقطع ده على الزبادي وعليهم معلقه حلبه طريه ومعلقه عسل صبح وبالليل. الطعم من ألذ ما خلق ربنا. وبعدين طبق سلطه خضراء، خس وجرجير وجزر وبصل قبل اي اكل، وحته بروتين، حته بيضه صغيره بلدي او حته فرخه صغيره او حته لحمه، المهم فيه بروتين كل يوم، وطبق السلطه. ما هو حضرتك اللي بيعتمد على الحديد في علاج الانيميا غلطان، لان الانيميا ايه بالظبط؟ الانيميا الوحيده اللي بينفع معاها الحديد اللي هي المايكروسيتيك انيميا، اللي هي ناقص حديد. لكن في انيميا تانية مايكروسيتيك، ده ناقص فوليك اسيد، ده ناقص سلطه، ده ناقص فيتامين بي، ملهاش دعوه بالمايكرو، ملهاش دعوه بالحديد. احنا عندنا انيميا زي الثلاسيميا في حديد كتير، ما ينفعش تديله حديد اصلا. يعني انا مش كل الانيميا هعالجها بحديد، وعندي 13 عامل لصناعه كرات الدم الحمراء، الفيتامين سي والكالسيوم والفوليك اسيد وفيتامين بي 12 والانترنسيك فاكتور والبروتين و و عشان تعمل كرات دم، والاريثروبيتين هرمون في الكلى بيدوا اريثروبيتين هرمون بس مع الحديد. وطبعا يفضل مريض الكلى برضو عنده ايه؟ انيميا. مريض الكلى لازم ياكل لحم مره في الاسبوع بس، يوم فراخ، يوم سمك، يوم بيض. هو له مريض الكلى، مريض الفشل الكلوي له 50 جرام بروتين باتفاق كل اطباء العالم. البلح له 3 بلحات، اذا كان مريض سكر يبقى كفايه واحده. ممنوع الكبده والسبانخ والعسل الاسود في علاج الانيميا، زي ما قلنا ممنوع المخللات في علاج الضغط المنخفض. شايف القنابل؟ لان العسل الاسود فضلات صناعه السكر، مليانه ميكروبات ومليانه مشاكل. السبانخ بتضم كل المصايب الموجوده في الارض والهيفي ميتالز، ها، فثقيله جدا في الهضم. والكبده بتلم كل مصايب الحيوان من سموم، هرمونات، اي حاجه، كل دي متركزه في الكبده، فسيادتك بتاكلها كانك بتاكل كل الامراض.